وللمزيد ينضم إلينا زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة. رامي، انقل لنا الصورة، لديك انطباع الجمهور والاستعدادات التي تمت قبيل انطلاق الحفل. تحياتي لكم ولكل متابعين من أمام المسرح الخاص بانطلاق حفل الفنان تامر حسني، وكما نستمع الآن قليل يفصلنا عن بدء هذا الحفل. الآن بدأت العروض الخاصة بعملية الإضاءة وأيضا الأصوات المختلفة استعدادا لانطلاق هذا الحفل. هناك أعداد كبيرة من الجمهور، قسم هذا الجمهور إلى أربع فئات. لو نتحدث عن القسم الأول خاص بالفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة وأيضا الفئة الرابعة، نحن الآن نقف في المساحة المخصصة من ضمن المساحات التي قسمت خاصة بالفئة الأولى للجمهور الذي يحضر هذا الحفل ضمن أول حفلات النجوم بمنطقة ومدينة العالمين. لو تحدثنا عن مهرجان العالم عالمين اليوم مع انطلاق هذه الاحتفالية، يشهد أول حفلات النجوم بحفل الفنان تامر حسني، وكما نستمع الآن هي دقائق واستعد هذا المسرح لاستقبال الفنان تامر حسني. الآن هي العروض الخاصة بالإضاءة وانتظار انطلاق هذا الحفل وصعود الفنان تامر حسني إلى المسرح ليستقبل هذا الجمهور الذي تم تقسيمه إلى أربع فئات، ونحن الآن في المساحة يأتي هذا الإقبال ضمن مجموعة من الأنشطة والاحتفالات التي تشهدها مدينة العالمين ضمن مهرجان العالم عالمين. ونحن الآن بصدد انطلاق حفل أول حفل النجوم بمنطقة العالمين. الآن عودة لكم مرة أخرى. نعم، ماذا عن انطباع الجمهور؟ ربما هناك من يشاهد مدينة العالمين الجديدة للمرة الأولى، جاء فقط لمشاهدة أو متابعة هذا الحفل. نحن الآن في متابعة لهذه الاحتفالية. الآن الجمهور اصطف في كافة الجهات وبصدد صعود الفنان تامر حسني. هذه الاحتفالية التي تأتي ضمن عدد من الأنشطة سبقها منذ الأمس وحتى اليوم، حفظ وأيضا العروض الخاصة بالطائرات الأرضية وأيضا العديد من العروض. أما عن الاستعدادات وأيضا استقبلت أربع بوابات الخاصة بهذا الموقع الذي يقام فيه موقع أرينا العالمين، يقام فيه هذه الاحتفالات بالقرب من شاطئ أو عدد من الشواطئ الخاصة بمدينة العالمين. ومن أمام الآن أبراج العالمين وهي من العلامات المميزة لهذه المدينة. الجميع هنا أبدى حالة من الفرحة والبهجة، وكان لنا العديد من الأحاديث حول هذه الاحتفالات. أيضا هذا الذي بدأ في يوم في أكثر من سبيل يبدع هنا الجمهور بهذه الاحتفالات المختلفة. هناك عدد من البطولات يشارك هنا سواء اتحادات عربية أو محلية أو دولية، عدد من الرياضات الجودو البادل وأيضا العديد والعديد من الرياضات المختلفة التي بصدد وأيام هذا المهرجان. وأيضا نعم رامي محمد، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.